صرخت ماما وهي بتقول بنفعل انت ايه يا بنت الفجور اللي فيكي ده في حد يعمل عملتك السودة دي لقيت اخويا الصغير من وراها بيقول ما هي دي اخر الدلعك فيها هو يا ست ماما هاتي تليفونك يا شروق والكلام الفارغ ده لازم يقف وانسي انك تمسكي موبايل تاني رديت بكل هدوء وقلت له هو انت طبيعي كده مثلا بطل هبل كده وانسى بقى انك تاخد التليفون بتاعي تعالى نتكلم بالعقل وما تعملش عليا راجل كبير انت اصغر مني باربع سنين يا محمد ردت ماما بكل عصبيه وقالت كلامك معايا انا دلوقتي وانا اللي بقولك هات التليفون والا قسم من بالله العظيم لخلي ابوكي لما يرجع من الشغل يشوف شغله معاكي واحكي له كل اللي عملتيه ردت على ماما وقلت لها مش هيحصل طبعا وانا عايزاكي تحكي كل حاجه انا ما عملتش حاجه غلط وفجأة دخل بابا علينا الأوضة وقال هو إيه اللي بيحصل؟ صوتكم جايب لآخر الشارع في إيه يا شروق؟ ردت ماما وقالت تعالى شوف يا أبو شروق تعالى شوف خبط الأمل اللي راكبة جمل بنتك المحروسة عاملة صفحة على الفيسبوك وطالعة تتكلم وتعمل فيديوهات عشان عايزة تتجوز وقف بابا متنح مش فاهم إيه اللي ماما بتقوله ده وبعدين راح محمد أخويا قال له تصور يا بابا طلعت تتكلم وتقول انا قاعده في البيت مستنيه ابن الحلال اللي هيتجوزها وانها نفسها تتجوز في خلال سنه واحده ومش عايزه الخطوبه تكون طويله رديت وقلت طيب ايه الجديد ما انت يا بابا عارف وكلكم عارفين انا واحده عايزه تتجوز رد بابا وقال هو ممكن حد يفهمني في ايه بالظبط ايه موضوع الصفحه دي كل العيون بصت عليا فبلعت ريقي واستجمعت شجاعتي وبدأت أحكي لبابا كل حاجة أنا اسمي شروق عندي 19 سنة من أسرة متوسطة الحال وأنا كمان متوسطة في الجمال ومتوسطة في التعليم وواخدة الدبلوم الحكاية ابتدت لما كنت في مول كبير في وسط البلد شغالة كشير ولقيت واحد عميل مع مراته ومعاهم حاجات كتير أوي وأنا عمال أحسب سعر الحاجات اللي هم اشتروها وأول ما ظهرت الفاتورة لقيت العميل عمال يقول لمراته إيه كل ده إيه يا ست هانم؟ يعني ننزل المول نشتري تموين الأسبوع بخمسة آلاف تلتمية تمانية وسبعين جنيه؟ إنت فاكرة مرتبي كام يا هانم؟ ردت مراته وقالت: "مش إنت اللي قلت حطي الحاجة اللي إنت عايزاها في العربية، هو ومالكيش دعوة بالفلوس." من هنا لهنا كلمة منها وكلمة منه، وبدأنا نطلع الحاجات تاني من الأكياس، ونخصم سعر الحاجة، والطابور بتاع العملاء اتعطل، وأنا اتلخبطت أكتر من مرة. والمدير بتاع المكان جه وفضل فوق راسي يزعق وعصابة شدت اكتر وبعد ما الموقف ده خلص لقيت المدير مصر اني يمشيني من المول وقال انا معرفش اللي زيك بيشتغل ليه انت واحده فاشله في الشغل مفيش التزام في المواعيد ومفيش سرعه بديهه انت اخرك تتجوزي وتقعدي في البيت وفعلا سبت الشغل ورجعت البيت وقلت لماما وهي ردت عليا وقالت يا خبت املي فيك يا شروق مفيش شغلانه بتعمري فيها يا بنتي دي الشغلانه رقم كام اللي تنطردي منها قبل ما تكملي شهرين فيها؟ رديت بكل عناد وقلت لها دي الشغلانه الرابعه والاخيره كمان. انا مش هشتغل تاني خالص. انا اصلا مش بتاعه شغل. انا واحده قدراتي كده. ربنا خلقني عشان اتجوز واقعد في البيت زيك كده يا ست الكل. اطبخ وامسح ورب العيال وازهقهم واطلع روحهم واحرمهم من المصروف. انا مش عايزه اشتغل. انا عايزه اتجوز واكون ست بيت وام. فتحت الفيسبوك. وبدأت أعدل البيانات بتاعتي وعملت صفحة وكتبت منشور عام قلت فيه الواحد زهق من المجتمع الأنثوي ده اللي عايز الست تشتغل وتصرف على نفسها وأنا من الآخر أنا خلاص مش عايزة أشتغل ومش عايزة أكون سترونج اندبندنت دوما ولا أي زفت أنا زي بنات كتير مالناش غير البيت وأنا عايزة أتجوز ورب العيال وحد يرجع من الشغل يسألني عاملة إيه على الغدا النهاردة يا أم العيال واديني قاعدة مستنية من الحلال اللي يتجوزني ومفيش ساعة لقيت تعليقات كتير أغلبها ضحك وهزار وتريقة وكبر الموضوع في دماغي وطلعت لايف على الفيسبوك لكل أصحابي وللجروبات اللي مستركة فيها وقلت الكلام ده بطبيعتي وقلت أيوة أنا عايزة أتجوز وأقعد في البيت وأتستت وأكون هانم كده أنا عايزة راجل يتجوزني ويصرف عليا ويدلعني وأجيب عيال وأربيهم ونتخانق على مصروف البيت في كل سنة انا اصلا واحدة نومها تقيل وبحب اصحى متأخر وانام متأخر وبتفرج على افلام تركي ومسلسلات هندي انا مش عايزة كل شوية اشوف حاجات تحرق دمي في الشارع واستحمل معاكسة من هنا ومن هنا انا مش عايزة اشتغل واخرج كل يوم من البيت والبس واتزوق عشان اروح الشغل واتبهدل في المواصلات وزميلي يعاكس فيا وحد يستظرف عليا وفي الاخر مدير يتحكم فيا انا محدش هيتحكم فيا غير جوزي هو بابا طبعا يعني الفيديو ده عملته مش بس على الفيسبوك، لأ ده انا نشرته كمان على اليوتيوب والتيك توك والانستجرام وكل مكان. ناس كتير وبنات هجمتني ودعت عليا وشتمتني وقالت عليا بنت متخلفه، لكن في ناس كتير ضحكت وشجعتني ودعت ان ربنا يحتف عليا عريس مناسب، ولقيت ناس تالته بتسالني اسئله شخصيه، وناس رابعه بتطلب اعيد الكلام تاني واجاوب على اسئله الناس وهجومها، وفعلا ده اللي حصل. طلعت اكتر من مره اعمل لايف واسجل فيديوهات واقول فيها رايي بكل صراحه انا وكتير من بنات مظلومين في الدنيا دي ويمكن خايفين يقولوا اللي انا قلته الناس متوقعه مننا نفضل نتعلم وندرس ونتبهدل في منظومه تعليم وشغل وناخد مرتبات ونصرف على تعليمنا وكمان على نفسنا ونشارك في الجهاز وفرش الشقه ونساعد في البيت واحنا اصلا مش بتوع كده انا بحب اطبخ ونضف البيت وكمان بحب أعمل شوية تريكو وأتفرج على أفلام وألعب مع عيال الجيران لحد ما دخلت واحدة وقالت لي أنت بنت مستهترة ومتخلفة ورجعية وما تقدرش تردي عليا وأنا مستعدة أعمل معاكي نقاش وفعلا قبلت التحدي ودخلت معاها في نقاش ولقيتها بتقول أنت عايزة الست بعد كل المكاسب اللي حققتها ترجع تاني تخدم في البيت وترمي مستقبلها وطموحها في حلة محشي تعملها لسبع البرومبا رديت عليها وقلت لها بكل هدوء لا طبعا انا عايزه كل واحده تكون في المكان اللي تستحقها انا واحده طلعت بتكلم عن نفسي وبقول انا طموحي ايه انا طموحي الجواز وتربيه الولاد وشايفه ان سعادتي في الدنيا اكون ست بيت ناجحه لكن لو في واحده شايفه ان سعادتها انها تكون وزيره او صحفيه ولا عالمه في مفاعل نووي هي حره وكل واحد يعمل اللي يسعده لكن ليه انا يتفرد علي ادرس حاجه مش بحبها ولا عايزة اشتغل فيها عشان يكون اسمي معايا شهادة وبس ليه الواحدة تفضل تتعلم بالعافية وهي قدراتها التعليمية مش كبيرة ومش شايفة انها عايزة تكمل علام ليه يكون مفروض على البنت انها تكون زي الولد وتشيل مسؤولية وتتحمل مصاريف دراستها ومكياجها ولبسها وفي الاخر تشتغل سكرتيرة في مكتب محامي ولا كاشير في مول ولا بياعة برفانات ولا مندوبة مبيعات ليه لو قررت البنت ما تشتغلش يتبص عليها بصة دونية وكانها عملت جريمه فضلت اتناقش معاها وكتير من الناس كانت واخده صفي وناس تانيه كانت ضدي المهم الموضوع كبر وانتشر لحد ما في قناه كبيره تلفزيونيه لقيتها بتتصل بي وعايزه تعمل معايا حوار مباشر مفتوح على التلفزيون وطبعا وفيت وكنت النهارده مستنياك يا بابا ترجع من الشغل عشان افتح معاك الموضوع ده بس لقيت اخويا الصغير شاف الفيديو على الفيسبوك وجي هددني يقول انه هيقول لماما محمد اصله عايل صغير وعامل عليا راجل البيت وعايز يحرمني من الموبايل بتاعي عشان هو ياخده ولما رفضت راح قال ماما وفضل بابا يسمع كلامي وقال يا خبر ابيض كل ده حصل واحنا نايمين على وداننا يا مشروق بنتك طلعت تتكلم عن حياتها وتعليمها على الفيسبوك واحنا مش عارفين ردت ماما وقالت والله يا اخويا انا ما اعرف الجيل المهبب بتاع اليومين دول بيعمل كده ليه رد بابا وقال انا عايز اشوف كل الكلام اللي بتحكي عنه يا شروق وعايز اتاكد بنفسي من كل حاجه فتحت التليفون بتاعي وفتحت الصفحه وعرضت على بابا المنشورات والفيديوهات وفضل يسمعها كلها وفي الاخر قفل التليفون ورجعهولي من غير ما يتكلم وسابني لوحدي قام بابا دخل الحمام واتشطف وخرج عشان نتغدى مع بعض وبعد الغدا عملت الشاي وقدمته لبابا لقيته بيبصلي وقال الواحد ما يقدرش ينكر انك بتعملي احلى كوباية شاي في البيت هنا بتعملي الشاي بنفس وبحب بس انا عايز اقولك حاجة يا بنتي قعدت جنب بابا ولقيته بيقول مش المفروض انك لما تكوني عايزة تتكلمي في حاجة خاصة بيكي تدخلي على النت وتقوليها لكل الناس بعيد عن اهلك وعن امك وعن ابوكي وتخلينا نتفاجئ بلقاء تلفزيوني ومناقشة على اليوتيوب وفيديوهات على التيك توك انا عارف انك ست بيت متميزه ولو ربنا كرمك بعريس هيكون يا بخته بيكي، ست بيت لهلوبه بصحيح، وعارف انك مش بتحب التعليم ولا الشغل، بس مش المفروض ان احنا نعرض نفسنا كده للناس كلها. أنا هوافق انك تروحي اللقاء التلفزيوني، بس توعديني دي آخر مرة تطلعي تتكلمي عن حياتك الخاصة مع ناس ما تعرفهاش. سمعت كلام بابا وحضنته، وفعلا رحت اللقاء التلفزيوني، وكان معايا بابا مستنيني بره الاستوديو. وفي نهاية الحلقة لقيت المذيعة بتسألني: انت عارفة يا شروق إن في أكتر من شاب عايز يتقدم لك، وده موجود في الكومنتات بتاعتك، وكل الشباب دول بيسألوكي: إيه هي مواصفات جوزك؟ ولو عايزين يتقدموا لك يعملوا إيه؟ رديت وقلت: بابا موجود، وقاعد بره الاستوديو، والباب مفتوح، وعنوان البيت ما يتوهش، وأهلي ناس طيبين خالص، ومستوانا متوسط، ومش عايزين فرح كبير، ولا مهر، ولا شبكة. أنا طلباتي كلها شاب محترم عارف ربنا، مش بيشرب سجاير ولا أي ممنوعات، ولا إيده طويلة ولا لسانه زفر، ويكون بيصلي وعايز يفتح بيت ويعيش بما يرضي الله، ويربي أولاده على إنهم يكونوا محترمين، ونفسي أعرف أربي ابني يكون محترم، ومش فارق معاه شهادته وتعليمه، وعندي أكون فخورة إنه يتقال على ابني سباك أو عامل نظافة محترم، أحسن ما يتقال مهندس أو دكتور مش متربي، وقفلت الحلقة. وقبل ما اخرج من الاستوديو لقيت شباب متجمعين حوالين بابا وعايزين رقم تليفونه وطالبين ايدي للجواز وفعلا سبحان الله بعد فتره صغيره تقدم لي حازم وكان انسان محترم وفي كل المواصفات وبابا وافق عليه ولما سالته ليه اخترتني انا بالذات قال لي عشان صريحه وواضحه وعارفه انت عايزه ايه وعارفه قيمه نفسك وقيمه البيت والاسره والاطفال وعايزه تعيشي قصتي عادية جدا جدا بس المهم تعرف منها إن كل شخص ناجح في الحتة بتاعته، مش كل الناس تنفع تكون دكاترة ولا كل الناس المفروض يكونوا علماء ومهندسين، ومش كل البنات لازم يكونوا على درجة علمية كبيرة، لكن أي بنت لازم تتعلم كويس إنها تكون أم ناجحة وزوجة شاطرة وهو ده دورها الأساسي في الحياة وهو أهم بكتير من أي دور تاني. عارفه ان ناس كتير هتقول عليا رجعيه ومتخلفه وهتقول عليا فاشله وكل اللي هممني الجواز وازاي هقدر اطلع جيل ناجح وانا اصلا مش ناجحه بس مين قال لكم اني مش ناجحه اهم حاجه دلوقتي اني خدت دبلومي عني ان انا اربي ولادي واعرف اعلمهم الاساسيات وكمان شايله بيتي ومسؤوليته مسؤوليه كامله ويا ريت تقولوا لي انا فعلا كنت غلط ولا انا صح لما اختصرت الطريق